انا بصح بغيت نجمع بناتي وبغيت نوكلهم الحلال، ما بغيتش نوكلهم، عييت من نوكلهم في الحرام تلقى راسي في الحبس اخويا. غنخرج غنجيب اخويا الفلوس، راه غنخرج هاد الناس، هاد الناس راه ما بغاوش واحد السيده قدمت راسها مساعده، ماشي ليا ما يعطيني حتى شي واحد، انا غير وليداتي عزيزه. ما كاينش اللي ما كيعرفهاش انني لا بغيت نمشي نخرج نسرق ولا نبيع الحشيش ولا نبيع القرقاوي ولا غنقدر عليه، وثلاثه ديال البنات ومسؤوليه، وبغيت نصلح راسي. وفي مده 6 شهور عاد عرفت هذه الحياه شنو هي. مده 6 شهور عزيزه تبعد من السرقه وتبعد من الحرام وتبعد من البليه وتكون ام صالحه وتعطي الخدمه وتعطي وتعطي، وليت كنبيع حوايجي، بعت الفازتي، بعت ماكينتي صبعين، بعت ثلاجتي، ضحيه ديال المجتمع. بات بنتي جنات كان 16 عام، بنت 16 عام داني الحبس، انا اول واحد وقف عليا نهار الفاز قال لي اختي انت ماشي دير هذا الشيء سيد نعس سرقتو. انا خويا راه عييت بصح، انا وليت انا حيت كنخاف الله ما بغيتش نقتل راسي. بعد اخويا تنشكرك بزاف على التقدير ديالك وجيتي عندي اخويا وحسيتي بالحاله ديالي. كنت حامله بنتي مده 7 شهور هذه باش صورت، كانوا عاونوني الناس، فرشت اصلا ما كان عندي حتى شي حاجه، وانا كنت كنجري في الزنقه وهذه، يعني منين ولدت بنتي وفعلا طلبت الحلال وبغيت الحلال وبغيت نعيش وليداتي بالحلال وهذه، عندي ثلاثه البنيات انا. تصل قال لي راك اكثر من 1000 الناس لانهم طلبوا انك عزيزه ديري قناه ديالك. وقلت لي خويا شنو هي، حيت انا ما قارياش، قلت لي خويا شنو هي هاد القناه وكيفاش هاد الشيء هذا. قال لي ها القناه، جلسي تهضري هذه فعلا اتعاودي داكشي اللي دوزتي فعلا هنا، مع رغم ما كنعاودش داكشي اللي كله، ولكن داكشي اللي درت باش نخرج بفيديوهات كل مره غاده بشويه بشويه هذه هذه غاده شويه اخويا، حيت ديما كنخرج انا ما عارفه شنو ندير، هادي 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 القناه ديالي هادي تعيطوا لي الاعضاء. الو اختي ام البنات اجي نعاونك، اجي هادي اللي تيصورك اللي تيقول لك حكا عزيزه كتكذب على الناس، راه معاها صاحبها، راه كتكمي، راه كتشرب، راه هادي راه هادي. بقاش غادا هكا كنتي، وليت كنخرج في لاشين ديالي حتى انا، ولكن ما تنخسرش الهضره وماشي انا عايرش. انا وليت كنخرج بواحد الصوره اللي من الوجه ديالي، انا اصلا الناس ملي كتعيط ليا تقول يا عزيزه تبارك الله عليك غير سيري بجهدك، باغا تحافظي على بنياتك غير سيري بجهدك، وغادا بكثر من جهدي اخويا باش نكون معاك، ماشي غادا كثر من جهدي. تعرضت للسرقه، ديكلاريت، ما خداش ليا المخزن حقي مع كامل الاحترام للمخزن، عاودوا جاو عندي للدار وهجموا عليا وضربوني، ومشيت للكوميساريه وديت رقم الشكايه وقالوا لي سيري نعاودوا لكم واحد اخر عاوتاني. واخا ماشي مشكل، جيت اخويا داك التليفون اللي داو ليا هو اللي كنت عايشه به، هذاك التليفون اللي داو ليا هو اللي كانوا عندي الناس باش اللي يعاونوني. انا عندي بنت عندها 6 شهور، خاصها الحليب، خاصها ليكوش، خاصها 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 خاصها، وانا بصح بغيت نجمع بناتي وبغيت نوكلهم الحلال، ما بغيتش نوكلهم، عييت من نوكلهم في الحرام تلقى راسي في الحبس اخويا، تلقى راسي في الحبس بصح عاد خليت بناتي ضحيه. علاش ما نعيش؟ جربت البيع والشراء عجبني، كنت كنبيع ونشري، راه دايره فيديوهات في لاشين ديالي كنبيع ونشري. بنتي والشتا والبرد، وانا يلا تزادت عندي البنت وكنخرج كنبيع تقحشر ندخل القهاوي شويه. بنتي مرضت لي دابا صدراتي خرخر، دابا صدراتي خرخر، 4 شهور الكرا تجمعات عليا، السيد بغى مع حالو. انا عيطت لي خويا اليوم ما فهمت والو، قلت لك خويا جمع حوايجي لقيتيني غاده، ولكن بغيتي تجي عندي نتسناك. فين غاده؟ غادي نمشي نجلس عند واحد السيده عندها غير براكه جايه، غنخرج غنجيب اخويا الفلوس، انا غنخرج هاد الناس، هاد الناس راه ما بغاوش واحد السيده قدمت راسها مساعده، ماشي ليا ما يعطيني حتى شي واحد، انا غير وليداتي، عندي البنات ما عنديش الاولاد، وماشي ما قدرتش. اعوذ بالله من قلت انا عزيزه ما كاينش اللي ما كيعرفهاش انني لا بغيت نمشي نخرج نسرق ولا نبيع الحشيش ولا نبيع القرقاوي ولا غنقدر عليه. ما كاينش اللي ما يعرفش عزيزه لا خرجت للفساد حتى هو غتقدر عليه، ولكن راه ما كاينش اللي عارف عزيزه بصح حيات، ما كاينش اللي حاسس بعزيزه بصح حيات. وتصور معايا انا لا امي لا با، انا امي مريضه فيها المرض الخايب فيها بزاف،
انا راه بوحدي، لامي لابا وثلاثه د البنات ومسؤوليه، وبغيت نصلح راسي. وفي مده 6 شهور عاد عرفت هذه الحياه شنو هي. يعني انا كنت غير مجلوقه، غير تندور ما مسوقه شي حاجه سميتها ولادي ولا هادي. مدة 6 شهور عزيزة تبعد من السرقة وتبعد من الحرام وتبعد من البلية وتكون أم صالحة وتعطي الخدمة وتعطي وتعطي، ودارت هادشي كله. ولكن أخويا في الأخر سخفت، في الأخر سخفت. أنا عزيزة دابا تنكون جالسة تنبقى نهضر في بوحدي، بوحدي كنهضر بوحدي. علاش؟ وأنا كنت كنفرج بشهوة بنتي. أنا بنتي جنات كتقول يا ماما شري لنا شري لنا شري لنا شري. وليت كنبيع حوايجي، بعت تلفازتي، بعت ماكينتي تصبين، بعت ثلاجتي وغادا وكنبيع. ودابا حاليا ما كانش عندي باش نصرف اخويا، تنقلب على ما نبيع. قلت نديرها تنقول شنو غنبيع، شنو غنبيع؟ بقى فراس مالي ديك الناموسه هي وداك الماري اخويا، واش نبيعهم حتى ونعس على الطس، واش نخرج للزنقه عاوتاني؟ غتخرج للزنقه تيشدوك البوليس اخويا، تيدوك بيومين. وانا مشيت عند البوليس مضروبه، ما داروا لي والو. ولو كان مشيت سرقت ولا درت شي حاجه غيجيو عندي اخويا غيديوني للزربه. اش فهمتي؟ ها الحياه اللي خرجت على عزيزه، انني غنكون هكا يا ضحيه ديال المجتمع. انا اصلا ثلاثه البنات، بزاف د الناس غيقولوا لي علاش ولدتي ثلاثه البنات غلط. كنت غنجاوبهم، انا ما ولدتش بناتي لقتهم من الزنقه، ولا ولدت بناتي ما عرفاش باهم، ولا الغلط اللي درت في حياتي حيت انا كبرت حليت عيني. مي يعني كانت كتخدم علينا، الدار كتكون خاويه، لقيت راسي ديما في الزنقه، انا ديما في الزنقه، قريت غير التحرميات ديال الزنقه. ولكن بناتي كنت ديما انا كنتمنى انني ندير علاقه، نعيش انا واحد الراجل اللي جنبغيه، وليداتي ويسرني ونتعاون انا وياه ولادي، كنكون ضحيه ديال داك الراجل. انا بات بنتي جنات كان 16 عام، بنت 16 عام داني للحبس، وانا والده مع البنت وواقفه معها في المحكمه، وتنقول لها حشومه عليك خويا، شوفها في هاد البنت، شوفها في هاد البنت، ما تشوفش فيا انا. وداني بعام د الحبس اخويا، ما دايره معاه، ما جالسه معاه، ما مقصره معاه ديك الساعه ما والو. اول واحد غيوسخ ليا وراقي، وها عزيزه خرجت للاجرام. انا اول نهار خارجه فيه الفساد عقل عليه، انا اول واحد وقف عليا نهار الفساد قال لي اختي انت ماشي ديال هذا الشيء، انت غتمشي لداركم، ما غنقيسك ما والو. قال لي غتجلسي غدا غنديك لداركم، قال لي غنخطبك من عند امك وغنديك معايا لبرا. مجوج في ايطاليا السيد نعس سرقته، هبطت بحال هادشي حيت كاينه واحد المراه كتسناني ندي ليها، مخليه معاها بنتي ومخليه معاها وخصها. انا خويا راه عييت بصح، انا وليت انا حيت كنخاف الله ما بغيتش نقتل راسي، انا حيت بصح كنخاف الله ما بغيتش ندير شي حاجه في راسي. ومني كنبغي ندير شي حاجه في راسي تيبانوا لي ثلاثه البنات. نقول لك اخويا انا كنت كنمشي للحبس تيجيو عندي بناتي فيهم الجمل فيهم الوسخ فيهم. ما بقيتش نعرف نهضر، تنبغي تنحط شي حاجه تنقول خصني نعقل عليها، كنقول هادي خصني نعقل عليها فين حطيتها، ادوز قسم نقلب عليها ما تلقاهاش. واحد السيد اللي هو كاري ليا شاهد بهذا الشيء اللي هو كان نسيبنا سابق، ما كنلقاهاش. اللي بغيتها تتلف عليها، علاش؟ حيت بصح بغيت نجمع راسي وما عرفتش اخويا، حيت بصح يدي بوحدي ما قدرت ندير بها والو، حيت لقيت دايرين بيا الدياب والوحوشه، كلشي تيطمع في عزيزه وكلشي باغي من عزيزه وكلشي، حيت كلشي كنعرف عزيزه باش كانت تخرج للطريق كتعطي لكلشي. وكنقول انا ندي اللي عنده ومشي نعطي هذاك اللي ما عندوش، انا ندي كنت كندي اللي عنده وكنمشي اخويا نقلب على اللي ما عندوش. ولكن راه عييت، خرجت على الحمي وخرجت على السمعه ديالي والسمعه د بناتي حتى هي، حيت انا واحد الام اللي كانت مشوهه، واحد الام اللي كانت خايبه، واحد الام اللي ونهار اللي بغيت نرفع ديك نحيد ديك الام اللي كانت خايبه ونطلع قيمه ولادي ونوصل قيمه ولادي، ما لقيتش اللي رحمني. وحاجه وحده اللي مخلياني ما زدتش لقدام، ما قارياش. انا كنت قاريه كنت غنقدر نعطي واحد
شويه في المهم. ولكن اخويا ما قارياش ما قارياش انا الكومونتيرات تكون دايره لايف خصني يقرا لي كومونتيرات. انا كاين اكثر من الناس تسينيالي لي وانا ما عارفاش تتعيط لي شي تقول لي شنو شنو ما كاين اكثر من الناس انا كتقل. ما بزاف اخويا بزاف بزاف بزاف. وانا يا قالك شنبيع القرقوبي اللي ناضوا تقولوا الناس اللي كيعاونوني انا كنبيع القرقوبي. واش هادي حالك اللي كتبيع القرقوبي اخويا انت جيتي عندي على غفله؟ واش هادي؟ واش انا راك عباد الله المجتمع رحموا نفوسكم الله يسهل عليكم ورحموني معاكم غير رحموني معاكم. انا اخويا بصح تنقول لك ما بغيتش ندير بزاف د الحوايج على وجه اولادي على وجه اولادي حيت عندي البنات عندي ثلاثه د الملائكه تعطيهم لي الله ونهار اللي طاحوا في كرشي انا اللي بغيتهم يعني خصني نتحمل مسؤوليتهم. انا تمنيت نقرا انا تمنيت نكون لابسه زوين انا تمنيت يكون عندي بيتي انا تمنيت ناكل اللي بغيت انا كنت كنتمنى نلبس هاد البياسه وما كتوصلش ليها المهم كنشريهاش وداكشي كامل اللي عقدني في حياتي وخلاني خرجت للزنقه وبغيت نديرو لوليداتي. واش انا تنقول لك اخويا ما كاين التصبين بعتها على بيمو ديال الدرهم باش نديرو لبنتي في الرضاعه بالسلاف ريال بيع انا شرالي الناس تاعي شنو هادي الناس تاعي وليت تريبت اخويا استغفر الله العلي العظيم هادشي كاين اخويا صعيبه ولكن بغيتش نبعد منها ماشي غير صعيبه. انا قلت لك اني كنت كنطير ما كانش عندي الاعداء كان كلشي كيبغيني ومنين جمعت راسي وبالصح بغيت ولادي وبغيت نبقى مع ولادي ما بقى حتى واحد يحملني. ولكن انا ما عييتش واخا عييت ما غنعياش. انا كان واعد الناس اللي طيحوني واللي عاودوا ردوني شان بيع حوايجي كان واعدهم واحد شرف ما غنرجعش للار وما غيشوفونيش في البلايص اللي بغاوهم. شي اخويا واخا نجيب جوج بطاط الربيع ونبيعهم وما نرجعش للطريق ديال الله.